قالوا لي ولاد عمك قاعدين في المنظرة مستنظرين مع الشيخ. قاعد بسمع من الشيخ مربطينا على حق مين؟ أختك عاوزة حقها، وأنا مربط مع رجالة العيلة عشان يشهدوا الكلمة. اسمع من الشيخ، تراجل ليك قيمتك وعلمك، والناس بتجري عليك عشان تبوس يدك عشان ينولوا الرضا. أنا برضك زيك تمام، الكل عاوز مني الرضا. أنا عمدة البلد دي، يما أختي تقلع الشاش والطاقية من على راسي وتعريها بكلمة في حقي تبقى بتقل مني، تبقى القيامة قامت. قامت ليه يا خالي؟ كل دي عشان أمي وحقها اللي أنت دايس عليها، ولا هي عشان الورقة اللي انسرقت تبقى خدت حقة مش حقك؟ يا خصيات، ولما تتحدث مع خالك تكتب خالص. وبعدين حقي اللي انت جاي تسألني عليه، انا اديك حق ابويا لابوك انت؟ حق امي فرصة من ابوها. بعد يا اركن ولا اقول لك غور غور. اسمع يا عم الشيخ، فضك من موشح الحريم دي ما تسمعلوش، ابوها ما خلفلهاش حق عشان تعوزه مني. يعني تنفض الجلسة وانت ناكر الحق دي؟ وانكره ليه وهو ما فيش اصلا؟ اسمع يا عم الشيخ، اي بنت في اي بيت على صعيد قبلي كله ليها قصبتين، وانا تمنت ده بفلوس. شاري ولا بايع هي حرة. بعد اذن الجميع، انا امي عاوزة تدخل، لان اللي طالبه دي حاجة هي وبس، وطالما انا وابوي ملناش عازة تبقى صاحبة الشأن هي اللي تتحدد. وانا قدامكم اهو التحداد العمامة، واخويا ده وكل حقي اللي هو في الاصل حق جوزي، وانا اللي خطيت لمحامي ولا النقطة الا ما طلبته لون بالحسنى، فغطى على نصيبته وسرق مني حجة البيت. انت بتقول يا بت انا اسرق؟ انت بتسرقيني قدام العيلة والشيخ؟ انا ايه سراك؟ انا باطل وكالي حقوق؟ نسمع من اختك يا فرماوي اللي الغريب حيستحي يقوله لك. انت الصح، باطل وسراب وكال حقوق. لا ده انت غفلتيها وحبرتيها. ماشي ماشي يا مرت الحرازي. اشبع بيها اللي انت عملته ده خلف.